عارف. أيد عارف كنت لك الغداء؟ لا لا ما عايز. أقبلك شاي؟ لا شكرا يا أمي ما عايز. مالك يا ولدي؟ اليومين دي أحوالك ما عجباني. أحوالي مالا؟ عالجة برضو؟ العرج بقدر ما أخذت مني، ما أخذت مني أكثر مما أخذوا مني أقرب الناس وأحب الناس إلي، الثقة والأمان والقوة. عارف يا ابني دي مسألة غريبة إنه أبوك يرفض البنت يعني، رغم إنه أنا سمعت الناس بيتكلموا عنها كلام ممتاز، بيتكلموا عن أخلاقها، بيتكلموا عن حبها للناس، عن اهتمامها بناس الحي. نموذج زي ده ما بتلاقيه في زمن زي ده. مش كده يا عمي؟ المشكلة والصدمني فعلا يا عمي انه ابوي رافضه بس لمجرد انها عرجه. الله يعني شنو يعني؟ دي حاجه طبيعيه جدا يعني، ما في انسان مكمل. بعدين انا ما افتكر انه الانسان بيقيسوه يعني بالسطحيه دي يعني اطلاقا يعني. في الحقيقه يا عمي انت اول زول يقف معي من اهلي كلهم. لا اكيد اكيد حقيقة معك، بس بعدين بقول لك حاجه ثانيه يعني، حتى ابوك لو رفض اني امشي اليهم انا حامشي معاك واخطب لك. لا يا عمي أنا ما دارك تقف ضد أبوي ولا يحصل مشاكل بيناتهم، بس دارك تقنعه. ما في مشكلة، لا أنا من ناحية حاقنع وحاقنعه، وهسه حتصل عليه يجيني هنا عشان أناقشه في الموضوع ده. علشاني يا هذا الزمن أعفيني أخويا محشور جوا في اوضته دي. يا عارف عارف ايوه جاي يا ابو جاي. يا ابوي شنو يا ولد؟ وليه بيت الغداء وبيت الفطور وبيت العشاء شنو؟ اعلنت الاضراب على الطعام؟ عايز تلويدنا عشان نحقق طلباتك؟ طلبات؟ أنا ما عندي طلبات يا أبوي، وده ما طلب، ده حق من حقي إنه أنا أتزوج، ده حق الشرع إنه أكمل نص ديني. أنا عارفكم أنتم ما قصرتوا، ربيتوني وعلمتوني لحد ما بقيت راجل وبقيت دكتور، ما أقدر أعمل حاجة بدون ما أنتم ترضوا علي، وده اللي موقفني. لكن برضو من حقي أنا أتزوج الإنسان اللي أنا بحبه، دي همها كله تعمل للحي، كل يوم بتعمل في مشروع جديد أنا بحبها ومقتنع بها، وأنتوا ذاتكم مقتنعين لكن مكابرين في شنو. أنا ما عارف يا أبوي. يا ولدي ما قلنا حاجة والله، يوم المنى يوم تقول دار تعرس. لكن يومي أنا دار أسألك سؤال، لو كانت بنتك وعرجة وتقدم لها زول هترفضي؟ هتقول لي ما بديك بنتي لأنها عرجة، ولا حتقبلي إنهم ما يزوجوها لأنها هي عرجة؟ يومي فكر كويس، ولو حسيت إنه كلامي ده غلط أنا مستعد أتنازل،
لكن لأنه أنا حاسي إنه أنا صح وهي صح ما تكبروا زي أمي. رؤى يا رؤاي، أنا عندي لك مفاجأة حتفرحك جدا جدا. خير يا أبوي؟ اشتريت لك عيادة. أساسا عندي دكتور صاحبي بتاع أسنان وماشي كندا وبعلي العيادة برمتها لبنتي رؤى واشتريتها. بس ده غالي يا أبوي. صرفتها. كيف؟ صرفتها وبيحت بيت الصافي. خلاص مازال انتهت. ما هفتح عيادة يا أبو. ليه؟ عشان أنا ما عايز أقعد في البلد. بلد كلها دايرة وأنا أول. لا يا أبوي، لا خليتوا العربية تضربني. شوف يا إبراهيم، أنا الحقيقة اتصلت عليك عشان نتلاقي هنا عشان نكون بعيدين من النسوان، لأنه الموضوع ما بيحتمل إنه يكون فيه نسوان. يعني أنا طبعاً عارف، عندي معلومة إنك أنت رافض إنه عارف يرتبط برؤى. ليه؟ لأنها عرجة. نفتكر ده كلام غريب جداً، وده فيه ظلم شديد جداً لرؤى. المسألة دي في النهاية مسألة الإعاقة، دي مسألة قدرية من الله سبحانه وتعالى. لكن تعال يا إبراهيم نسأل رؤى نفسها، هل استكانت للإعاقة؟ هل كانت الإعاقة دي يعني حاجز بينه وبين تواصل وحب الناس لها؟ بالعكس، رؤى متواصلة مع الناس، الناس بيحبوها، محبوبة في الحي جدا، مهتمة بالناس اهتمام كبير جدا، قدمت حاجات كبيرة جدا وهي معاقة. لو عينت للحاجات اللي قدمتها، هي المردود بتاع حياتها اللي قدمتها وبين إعاقتها، بتلقى أصلا ما في إعاقة، لأنه نحن حتى الناس السويين والناس النصيحين اللي قدامك ديل ما قدرنا نقدم اللي قدمته رؤى. فأنت ظلمتها صراحة برأيك ده بتظلمها. بعدين ما تنسى حاجة مهمة جدا، رؤى دي عندها أفضال عليك أنت تحديدا يا إبراهيم، أفضال كبيرة جدا، قدمت لك الكثير وأنت شخصيا بتعتمد عليها في كل شيء خاصة في الناحية الطبية. يكون ده في النهاية جزاء؟ يا بنتي رؤى، كيف حالك؟ معك عمك إبراهيم. معليش يا بنتي، والله أنا قاعد أزعجك معي، لكن عمك ممكن. لا 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 لا، ما السنون، الله ما بعرف، كان غضروف، كان التوى، ما بعرف الحصل على شيء. وناس الحي بيحبوها ومنتفين حولها. والله انا حاسس بانه ظلمناها فعلا زي ما قال حسن اخوي. يعني شنو؟ رايك شنو؟ شوف يا ابراهيم، البنت تجي تدرسنا هاي، تديك الحبنا هاي، تصرف لك العلاجات هاي، لكن عروس في البيت ده ولدي ما بتدخل. رايك شنو؟ انت رايك شنو؟ كيف يعني رايي شنو؟ رايي ما موافقه. بصراحه كده يا دكتور، أنا جهزت كل حاجة وكنت ناوي أتقدم ليها، لكن للأسف الشديد الوالد والوالدة ما موافقين. يعني بعد فترة قدرت أقنع الوالد، لكن الوالدة لسه. لا بس يعني معلش يا دكتور عارف، أمك ليه رافضة رؤى يعني؟
تعرف حكاية الإعاقة دي ما وقع عليها؟ لا بس لكن يا دكتور هي رؤى اتجاوزت موضوع الإعاقة ده بعلمها بتعاملها، دي زول كلها ذوق إنسانية يا دكتور. الكلام ده بالنسبة لي مفهوم، بالنسبة لك أنت مفهوم، لكن بالنسبة للوالدة ما وقع عليها. وده الشاغل بالي وخليني لي كم يوم بفكر في فكرة كده داير أنفذها، محتاج أنت تساعدني فيها. لا أنا تحت أمرك، بس قول لي الفكرة هي شنو وأنا مستعد طوال. حاوريك كل حاجة. عارف ما عايزة أقصى عليك ولا عايزة أعرف منو من الناس اللي حولك رفضين، أمك ولا أبوك ولا منو من أهلك، عشان ما أصاب بإعاقة جديدة في علاقتي بأقرب الناس إلي. أعذرني، أنا الآن بختار الانسحاب بعيدا. اسمح لي أخذ كل ذكرياتي وأحلامي وشجن المشوار معك. أأمل أن تسعد في دنياك كاملا في مجتمع الكمال. الآن بخرج بدون ندم بعيدا عنك، وآسف لإغلاق التلفون والرحيل وداعا. لا لا ده ما كلامه ولا لغته. يا سلام، مجهود كبير تبذل كل طاقتها لإسعاد الناس، كل الناس بيحبوها متفقين حولها. إنسانة زي دي أنا أطلبها ثمة، أطلبها أنا. ربنا يقدرنا على جزاها. ظلمناها يا ثمة، ظلمناها ظلم شديد، ربنا يخليها. لا يا أمي لا ما تتأسفي، أنا اللي بتأسف ليك، لأن أنا قصدت أخدتك في نفس الظروف اللي تخدت فيها أم رؤى. لا أنا ولا أنتي ولا رؤى ولا أم رؤى بنقدر نقف وش الغدر. أي بنؤمن بالغدر لكن من وقت نقف قدامه. لو لا قدر الله حصل لي الحادث ده ودعوقته وحصلت لي إعاقة، كان معناه يعني خلاص حياتي انتهت، وقفت، ما تزوج ولا لا يا أمي الحمد لله رؤى قدرت تتجاوز الإعاقة بتاعتها، لكن المشكلة ما في الإعاقة بتاعت رؤى، الإعاقة في جسدها وهي تجاوزتها، لكن المشكلة بقت في الإعاقة، الإعاقة في تفكير الناس في عقول الناس يزيلوها كيف؟ رؤى مظلومة يا أمي. أحيي يا ولدي، أول مرة أحس بتفكيري مشلول. أنا كنت دايرة أفرح بك يا ولدي، لكن هسي دايرة أفرح برؤى. أنا ظلمتها كتير يا ولدي. ويني؟ أنا دايرة أشوف، دايرة ألاقيها. رؤى اعتزلت الناس، اعتزلت الشغل ومشت. مشت وين؟ لفتيشة. دايرة حنينة، دايرة حنينة قبل ما حنينة، دايرة عوضة، دايرة احتزر ليها. عم شافتش أنا،
لأنه أنا عارف رؤى لو اعتزلتنا نحن ما بتعتزل الحياة ولا الناس. أنا عارف محلها وين. لازم نفتش يا ولدي. أكيد في عالم تاني. نحن بيناتنا وعهدي كمان نمشي الطريق كله مرة عمش. كنا بنحلم وعايشين فوق الواقع. الطريق طويل وعر وانا ما عندي كرة عين للمشي. انا ده ما كان الكلام. عمرك ما كنت عارجة معي. كنت ماشية كنت فايتاني وفايتة كل الناس. ما كنت حاسة بوجع الطريق إلا الناس قعدوني. يا عارف قالوا لي اقعدي انت عارجة. الناس منو؟ في زول أكبر مني جواك؟ انت كل الناس وسيد الناس. لكن أنا ما بقصدك انت. الناس اللي انت بتقصديهم هسي راجنك بطب العصب دارين يشيلوك زي ما شلتيهم عمرك كله. بتعرفي طب العصب؟ عارف زيي وزيي واحد هو برضو ضحية. نحن الاثنين ضحايا لإعاقة في تفكير الناس والمجتمع قبل ما تكون في جسدي أو في جسد أي زول معاق. عشان كده رددت مشواري مع عارف. ما لأنه وقف معي واختارني وبس، لأنه كان اختياري أنا وأنا بحبه. لكن بيقدر عارف يرجع اللي أخذوا مني الناس والزمان في هذا المشوار حتى تكتمل الخطوة. Thank you.
احنا ما ماشي النهم حنعيش ولا